التدخل المروحية كان أمرا ضروريا. عمر صاحبي أحد ضحايا حادثة تامسنان بإقليم الدريوش في حالة حرجة استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة. الطاقم الطبي يتأهب لاستقبال ضحية حادث السير. هاد الميتين سبعة طاحت من واحد الجبل لتحت، كانوا فيها شي 18 على ما يعني شي 18 ديال الناس، كلهم تعرضوا للجرحى وكلهم راهم في السبيطارات في الحسيمة. وهذا الوالد ديالي راه جابوه هنايا لوجدة عن طريق الهليكوبتر. في قاعة الفحص بالأشعة خضع المصاب إلى كافة الفحوصات الطبية المستعجلة الضرورية لحالته الصحية الخطيرة. قمنا اليوم بإسعاف ونقل مريض من جهة الحسيمة تازة عبر مروحية طبية التابعة لوزارة الصحة. هذا المريض يعاني من كسر مزدوج مفتوح على مستوى الساقين. تم استقبال المريض بقسم المستعجلات وهو بحالة مستقرة بمصلحة الإنعاش لوصل المركز. على هذا الحال أصبحت سيارة النقل المزدوج التي كان على متنها ضحايا حادثة السير. رحلة التسوق لم تكتمل والجرحى الآخرون يتلقون العلاج بمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحكومة.